نعمل بناء على ما تم استنتاجه في الفيديو السابق، بنقدر نحكي عن هذه العلاقة التي جمعت ما بين عمر ووالده وغيث ووالده ومحمد ووالده بأنها اقتران. إذا أنا شو بسمي هاي العلاقة؟ بسميها اقتران، بسميها اقتران. شو بسميها يا أطفال؟ بسميها اقتران. والآن يا أبنائي تعالوا بناء على هذه المعلومات نقوم بتتبع العلاقة رقم 2. عندنا هون يا أبطال شخص اسمه عمر، وعندنا هنا يا أبطال شخص اسمه محمد. هلا يا أبطال، عمر ومحمد هم طلاب في الصف الثامن، ولكن الصف الثامن اتفقنا انه فيه 3 طلاب. طب يا مس احنا هون كاتبين بس عمر ومحمد، كيف صاروا 3؟ بقولك انتبه معاي يا تامر. شوف هون يا تامر، في عندي 2 اسمهم عمر، واحد اسمه عمر مالك واحد اسمه عمر حمزة. عمر مالك وعمر حمزة، ما بكتب عمر وعمر مرتين، ما عمر مرتين، فبكفي اكتب عمر مرة واحدة فقط، ومرة بوصله لمالك ومرة بوصله لحمزة. لوجود طالبين اسمهم عمر، لانه يا مس الواحد الطالب الواحد له اب واحد فقط، ما بصير يكون له والدين، فبالتالي نستدل على وجود بين اسمهم عمر، عمر مالك وعمر حمزة. والآن يا أبطال هون في عندي محمد، محمد تم توصيله مع اسم أحمد. محمد شو اسم والده؟ اسم والده أحمد، ولكن هون يا مس العمر هو عنصر في المجال، هو عنصر في المجال، عنصر في المجال ارتبط بمالك وبحمزة، يعني ارتبط بصورة في المدى، صورة في المدى، صورة في المدى، وصورة في المدى. صح يا أبطال؟ طيب يا مس، لحتى يكون عندي اقتران، انت حكيتي انه لازم يكون كل عنصر في المجال مرتبط بصورة واحدة فقط في المدى. طيب يا مس هنا عمر طلع منه عين، يعني هذا ليس بإقتران. احنا حكينا أبطال بأنه كل عنصر في المجال، هذا هو المجال وهذا العنصر وهذا العنصر الثاني، يكون موصل بواحد بس في المدى. صح يا أبطال؟ معناته ما بيصير عمر يكون موصل مع مالك ومع حمزة، يا إما بيكون موصل مع مالك يا إما بيكون مع حمزة، لكن يكون متصل صورة وصورة أخرى في المدى، هذا الشيء خاطئ. فبالتالي أصنف هذه العلاقة بأنها ليست اقتران، هذه العلاقة ليست اقتران. لماذا هي ليست اقتران؟ لأنه عمر متصل مع مالك ومع حمزة، لأنه عمر متصل مع مالك ومع حمزة، لازم لحتى العلاقة تشكل اقتران أن يتصل كل عنصر من المجال مع واحد فقط في المدى. يعني ما بصير يطلع من عند المجال فهمين، ما بصير يطلع من عند المجال خطين، تمام؟ يعني عند المجال ما بصير يطلع خطين زي عمر موصل مع مالك ومع حمزة. إذا هذه العلاقة لا تمثل اقتران. ليش لا تمثل اقتران؟ لأن عمر موصل مع مين؟ مع مالك ومع حمزة. الآن عمر وغيث محمد، وعندنا طبعا يا أبنائي هون عمر ارتبط
ومحمد ارتبط برينات. بدي احكي انه عمر هو اسم الاب، وعمر عنده بنت اسمها رؤى، فوصلنا عمر برؤى. ومحمد هو اسم الاب وعنده بنت اسمها رينات، محمد باسم بنته رينات. الان غيث ما عنده بنت، تمام يا ابطال؟ فما وصلنا بالشيء. هل هذه العلاقة تمثل اقتران؟ بدنا نروح نراجع شروط الاقتران. بدي احكي انه انا حكيت شرط الاقتران ان كل عنصر في المجال، العنصر الاول هون بسميه المجال، وهذا بسميه المدى، وهاي الاسماء الثابتة، هذا المجال وهذا المدى. بحكي لازم كل واحد في المجال يكون طالع منه سهم واحد فقط الى المدى، لازم كل عنصر في المجال يطلع منه سهم واحد فقط الى المدى. عمر اتصل برؤى، ومحمد متصل برينات، غيث مش متصل ولا بحدا، فبالتالي اختلت شروط الاقتران. اذا يا مس هذه العلاقة تمثل اقتران، اذا يا ابطال هذه العلاقة لا تمثل اقتران. لماذا لا تمثل اقتران؟ لانه غيث مش متصل ولا مع حدا، مش طالع من عنده ولا سهم، اذا هذه العلاقة لا تمثل اقتران، تمام يا ابطال؟ طيب يا مس تعالوا نشوف مثلا هذه العلاقة. عندنا عمر وغيث ومحمد، عمر وغيث ومحمد كل واحد فيهم عنده بنت. عمر شو اسم بنته؟ خولة. وغيث اسم بنته ربا، ومحمد كمان حب يسمي خولة. هل هذه العلاقة يا مس تصنف انها اقتران ام لا؟ بدي اروح اشوف هل كل عنصر في المجال طالع منه سهم واحد فقط يصل الى عنصر في المدى. تعالوا نشوف. عمر في المجال طالع منه سهم واحد الى المدى. شو عمر؟ خولة. شو صورة عمر؟ خولة. مش هذا عنصر وهذا صورة، فشو صورة العنصر عمر؟ خولة. هلا غيث شو صورته؟ ربا. شو صورة غيث؟ ربا، اسم بنته ربا. ومحمد موصل كمان ايضا مع اسم خولة. اذا محمد طلع سهم واحد من عنده، وغيث من عنده سهم واحد، وعمر من عنده سهم واحد. اذا كل عنصر في المجال كم سهم طلع من عنده؟ سهم واحد فقط، تمام يا ابطال؟ يعني كل عنصر في المجال له صورة واحدة في المدى. هاي القيمة اللي هون او الاسم هذا اللي هون حكينا بنسميه صورة في المدى. عنصر في المجال له صورة في المدى. عنصر في المجال له صورة في المدى. عفوا صورة في المدى، عنصر في المجال وله صورة في المدى. اذا فهو يمثل اقتران. حتى لو عمر ومحمد كان لهم بنت، يعني كان كل واحد منهم اسمها خولة، عندي مشكلة يكون هون عندي سهم، ولكن في خطأ يكون طالعين من عند